تعتبر حادثة روزالي هي الحادثة الأولى والفريدة من نوعها التي فتحت أعين العالم كله على إمكانية وجود كائنات فضائية حقيقية. مرعب. يسمى القرن العشرين بقرن الاكتشافات، وتحديدا في عام 1947 طافت على سطح حادثة روزالي، شغلت العالم لأكثر من 7 عقود. ندخل في التفاصيل. في ليلة من الليالي الباردة، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أوشكت على الانتهاء من الحرب العالمية الثانية وإسقاط الحكومة النازية، وفجأة في قرية روزويل الواقعة شمال ولاية واشنطن شهد الطيار كينيث أرنولد ضوءا متوحشا أثناء قيامه بعملية تمشيط للسماء. ولما حاول كينيث الاقتراب للتحقيق من الأمر، رأى حوالي 9 أطباق طائرة تحلق في السماء بسرعة تتخطى 2700 كيلومتر، وهو الأمر الذي أدهش كينيث، لأن أحدث الطائرات في ذلك الوقت لا تصل إلى ربع هذه السرعة. وعلى الفور أبلغ كينيث الولايات المتحدة الأمريكية بالأمر لاتخاذ إجراء سريع اتجاه هذا الشيء الغريب. إن ردة فعل القيادة الأمريكية جاءت غير متوقعة على الإطلاق، وهي تكتم على الأمر. ورغم أن سكان روزالي قد شاهدوا المركبات والأجسام الطائرة ونشروا الأمر في جميع البلاد، إلا أن القيادة وصفت ما يتنقله الناس بمجرد إدعاءات وأكاذيب. كان هذا البيان صدر بعد أسبوع من الحادثة ليثير هذا التأخير الشكوك في المجتمع إلى أن الأمر لم يحدث فعلا، فلما هي الحاجة للتكتم لأكثر من أسبوع تقريبا؟ لأن هذا الأمر قد أخفي تفاصيله عن الشعب وأصبح الأمر غامضا. في ظروف غامضة أرسلت القيادة الأمريكية عددا كبيرا من قوات الجيش لمحو آثار الحادثة وإخفاء كافة الأدلة. امتدت تلك العملية لأكثر من 6 شهور، وكان من ضمن هؤلاء الجنود الذين قاموا بعملية تمشيط وطمس الأدلة هو الضابط وولتر هاوت، والذي شارك مع قوة في عملية التمشيط. بينما كان هاوت مخلصا جدا لقوته ومطيعا لها، حتى أنه أوصى بعدم كشف ما سيشهد به إلا بعد موته، وهذا ما حدث في عام 2006 على انتهاء مراسم دفنه مباشرة، حيث أقيم مؤتمر صحفي وتم كشف التفاصيل كاملة أمام العالم، حيث أكد هود أنه قد رأى هذه المركبة الفضائية على هيئة معدنية على شكل بيضاوي، وقد كان طولها ما بين 3 و4 أمتار، أما عرضها فقد كان أقل من 2 متر بقليل. كما أكد هود على عدم احتواء تلك المركبة على أي شيء يشبه الطائرات العادية كالأجنحة والنوافذ، ما أكد لعدم انتماء تلك المركبة إلى الأرض. يقول هوت أيضا أنه لم يرى المركبات فحسب، بل رأى أيضا المخلوقات التي بداخلها، وقد كانوا كما يصفهم هوت في طول المتر ويميزهم الرأس الكبير، وقد كانوا فاقدين للحياة كليا، لكنه لم يحدق بهم بشكل كبير لأن مناظرهم كانت بشعة، وهذا ما أكده كل من حضروا عملية التشريح. نعم، شرحوا جثة مخلوق فضائي. كان الوقت الذي وقعت به حادثة روزالي هو وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية والقضاء على هتلر الزعيم النازي، وهو الرجل الذي سبب ذعرا للأمريكان، لذلك لم يكن من الغريب أن يزعم بعض الناس أن ما حدث بتدبير هتلر. هل حقا يوجد كائنات فضائية أم كلها خرافات ألفوها؟ لا أحد يعلم. والمثير للاهتمام أن هناك أمر غريب في موضع شك في العالم أجمع باستثناء الأمريكان، وهو سبب حدوث تلك الأشياء الغريبة والمثير جدا في أمريكا وحدها، خاصة في الوقت الذي حدثت فيه تلك الحادثة، كانت قبيل بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوات عظمى. والعجيب في الأمر أنه لم يسقط من قبل طبق فضائي في الدول العربية والأسيوية والأفريقية. لماذا أمريكا فحسب؟ أم أنها أكذوبة ألفوها؟ أم هي مؤامرة على هتلر؟ لا أحد يعلم. قبل أن ننهي هذه الحلقة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومتابعتنا على صفحتنا في الفيسبوك وعلى الانستغرام وتويتر، الروابط أسفل هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب.